وهو اللي بدا الهجوم وهو اللي هدد مرمى الجزيره. خطيره خطيره توماس 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 وعالي وكول. اوه الشباب يسجل يا الله، الشباب يسجل 3-1 الان عن طريق توماس، عن طريق توماس. شوف تحرك من توماس، ادي الكره يضغط على طول تاني الدفاع. توماس يا ولد لعيبه توماس توماس، والهدف الجميل تخبط في المدافع وتخبط في فارس جمعه ويسجل نادي الشباب اول اهدافه في هذه المباراه. 3 الجزيره 1 نادي الشباب. خبطت الكره وراحت خلف